السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. انتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم البنات راح تفوتوا لا جورني معايا في لا كويزين. لا فيديو باسي كنت حطيت لكم صابلي اللي كانت تخدم فيه ماما وعجبكم وقلتوا لي بارطاجيه معانا. دونك اليوم كيعاود الكيله، يا قلت ولا غنبارطاجي معاهم. فوالا نبداو تو دو سويت في لا غوسيت. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو 250 غرام تاع الزبده، بيضه كامله مع دوجون، نحتاجو كاس تاع السكر غلاس، ونحتاجو تاني كاس تاع النشا ماشي معمر ناقص منه دو دوا، ونحتاجو نص كاس تاع الكاوكاو مرحي ومحمص بيان سور، نزيدو له ان دوا. نحتاجو تاني ان دومي ساشي تاع لافيغ شيميك ولا فاني ولا فارين بيان سور حسب الحاجه. دوك نشوفو شحال تديلي. فوالا جبت ليان ديالي وبديت نخلط فيه لي زانغريديون. انا حطيت الزبده هنا. البنات تحبوا تخلطوا بالباتور، تحبوا تخلطوا بيدكم برك، انا خلطت غير بيدي، خلطت كلش في بعضو، ويعني خرج لي لو ميم ريزولطا، تخرج لكم كراف بنينه وكراف هايله وخفيفه. دونك فوالا البنات، حطيت الزبده، حطيت السكر، المهم خلطت كلش، هادو كامل لي زانغريديون خلطتهم مع بعضهم. فوالا هاد ليامات البنات جاوني كراف شارجي، سمحوا لي سي بور سا مرانيش نبارطاجي معاكم كلش كلش، باسكو جاتنا مع الرحله وزيد جا العيد ايتو، جوغ عييت سي بون خلاصو لي لي بيل، راني يعني غير بالكوراج. المهم كيما راكم تشوفوا خلطت كلش بيان، هنا خلطوا البنات بيان حتى يذوب هذاك السكر يعني يدخل في الزبده، حتى تولي لكم هكذا كوميون كريم. فوالا وزيت هذاك الكاوكاو تاعي، دخلته بيان في لاباط ديالي، يجيكم بزاف بنين هاد لو كاطو. درتو في العيد الصغير ديجا وبارطاجيتو معاكم في انستغرام في العيد الصغير، واني كتبت لكم دي غوسات تانيك سور مون انستغرام في لابيو، اون سي جامي تحبو نخلي لكم في لافين تاع لا فيديو لاباج تاعي تاع انستغرام. وهنايا كيما راكم تشوفو حطيت البيض، دخلتهم بزاف. المهم يعني خلطوا لي زانغريديون كامل في بعضهم، ومن بعد زيدوا لا فارين ولا ليفر. هذا ما كان يعني سهله فاسيل رياليزي وحاجه بنينه. فوالا البنات سمحوا لي الصوت تاعي راني كراف عيانه. وهنا بديت نزيد في لافارين بشويه. لافارين البنات سا ديبون على حساب لافارين ديالكم اسكو تشرب لكم ولا لا. لا هنا نورمالمون انا درت لي 3 كيسان ولا 3 ونص، ما رانيش شافيه نسيت. هنا البنات غربلوا لافارين تاعكم ولا ليفور، انا لا ليفور تاعي ولا فارين ما غربلتهمش، مي لا ليفور جاوا بقاو لي فيها هذوك الحبات باسكو كنت عيانه، جا خلطت برك هكذاك ولا غنسيت ما غربلتهمش. المهم نتوما غربلوهم هكذا باش ما يديروا لكمش هذوك الحبيبات. والبنات هنا لاباط ما تنشفوهاش بزاف، حطوا نص باكي كيما قلت لكم. شوفوا هنايا بالسيف ما ذوبت هكذا بيديا، بقاو هذوك الحبيبات. المهم هنا لاباط كيما قلت لكم البنات ما تنشفوهاش بزاف باسكو كي تريح راه يزيد تنشف، باسكو فيها الكاوكاو وفيها النشا، راهي راح تزيد تنشف. ولو كانت تنشفوها البنات كي تحلوها ما تجيكمش مليحه، ما تحلش معاكم، دونك خلوها طريه كيما قلت لكم. فوالا هنايا عاوليك القوام اللي تحصلوا عليه، خلوها هكذايا شوفوا، وغطيتها وخليتها بجه. فوالا غطوها مليح، حطيتها لداخل في ان ساشي وخليتها. وهنا البنات بديت ديراكتومون نحل فيها. فوالا خليتها واحد 10 مينوت هكذاك ولا نورمال، يعني ما ندخلوهاش تريح ولا. انا حليتها البنات، شوفوا في الصابلي كي تكون عندكم يعني الصابلي تاعكم تحطوا فيه ان دومي ساشي تاع لا ليفور شيميك خشنوه شويه، وكي يكون عندكم ان ساشي تاع لا ليفور نورمال يعني باسكو راهو يزيد يطلع، مي كي يكون عندكم غير نص باكي تاع لا ليفور خشنوه شويه هكا باش تجيكم الحبه تاعكم كبيره، سورتو كي تلصقوهم فوق بعضهم تجيكم الحبه تاعكم شويه عاليه ويجيكم الكاطو ديالكم شباب. فوالا هنايا شوفوا السمك تاعو كيفاش يعني حليتو، خلوه شويه يعني ماشي خشن بزاف وماشي كامل رقيق. تكونوا تحلو فيها حطوا ان ساشي من تحت وان ساشي من الفوق هكذا باش ما تلصق لكمش كي تكونوا تحلو فيها. وهنا البنات بعد ما كملت حطيتها في سنيوه، حطيتها طيب ما تقوش عليها النار بزاف. وفوالا البنات هايليك بعد ما طابت لي جاتني بزاف هايله. وهنا قسمت لكم حبه باش تشوفوها جات تدوب في الفم، شوفوا شحال طريه
شوفوا بزاف هايله، على بالي لو كان تجربوها تعجبكم. وهنا البنات جيت نبريباري لا كريم او بير ديالها. واش نحتاجو؟ نحتاجو 250 غرام تاع المارغرين، نحتاجو 6 مغارف تاع الكاوكاو محمص ومرحي، نحتاجو 2 كيسان تاع سكر غلاس نقص منهم 2 دوا، يعني الكاس نقصو منه 2 دوا، ونحتاجو 3 مغارف تاع الزيت. فوالا، وخلطوا كلش بالباتور حتى تطلع لكم شويه هذيك لاكريم وتولي تبيض، تولي شويه بيضه. ما تنساوش تاني شويه تاع لافاني باش تروح لكم ريحه الزبده. فوالا، هنا زدت لافاني وبقيت نخلط بيان. خلطوا مليح كيما قلت لكم حتى تولي بيضه شويه وتطلع لكم تاني. فوالا، هاي لك هنايا القوام اللي تحصلت عليه، بيضت لي وولات كشغل الموس. فوالا، وهنا البنات حطيت شويه في اون بوش عدوي وبقيت نعمر فيهم من الداخل هكذا. يحطوا البنات طبقات تكون شويه خشينه باش كي تحطوا فوقها شوفوا تجي طالعه شويه هكذايا، تجي يعني باينه هذيك لاكريم. هاكا كيما راكم تشوفوا طليتها كامل، يعني طلوا الحبه تاعكم كامل بلاكريم. نمروا البنات لاكريم في الوسط هكذا باش تجيكم الحبه عاليه وتبان هذيك لاكريم، يعني كي تقسموا الحبه تبان داخل هذيك لاكريم. فوالا، وهنا البنات بعد ما طليتهم كامل جبت شويه كاوكاو محمص ومرحي كيما راكم تشوفوا، وشويه تاع لي زامون دي فيلي حمصتهم تانيك. الكاوكاو حطيته في لي كوتي كيما نديروا لي غوز. فوالا، كيما راكم تشوفوا حطيته كامل هكذايا في لي كوتي، ومن الفوق حطيت شويه تاع لي زامون دي فيلي كيما راكم تشوفوا. فوالا، سقمتهم مليح، ومن الفوق حطيت شويه من هذوك لي سيريس كونفي. وفوالا، هاي ليك الحبه تاعنا تاع الكاطو. عاودت خدمت هنا حبه معاكم باش تشوفوها. بالنسبه للكاوكاو البنات ما تحمروش بزاف وما تخلوش بيض بزاف باش تجي هكا الحبه تاعكم شابه. فوالا، ميم لي زامونتي فيلي هكداك. فوالا، هاي ليك الحبه نتاعنا. فوالا، وهنا البنات حطيت لكم هكذا حبيبات في طبسي باش نوريهم لكم كيفاش تاونا. تجي البنات بزاف بنينه هاد الحلوه، نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم باسكو هايله. فوالا البنات، هاي لي كيفاش جا. دوك نقسم لكم حبه هكذا باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. وكيما قلت لكم لو صابلي ديالكم ما ديروش رقيق بزاف هكذا باش تجي الحبه تاعكم كيما راكو تشوفوا عاليه وتجيكم بريزونطابل. فوالا، شوفوا البنات جاتني بزاف هايله من الداخل وجاتني بزاف رطبه، شوفوا ومقرمشه تانيك بزاف بنينه. ننصحكم انكم تجربوها باسكو بنينه. وهنا البنات كنت حطيتها في لي كيسات وخبيتها. فوالا، حطيت لها دينا برون في البلون وتانيك لي كيسات في البلون. فوالا، وهنا البنات كنت ندير في اونفات ماشي انايا، كانت ماما دير في الكلاصاج تاع الكعك اللي كنت ديجا بارطاجيت لا روسيت تاعو. اللي ما شافتش لا روسيت ولا لا فيديو نحطها لكم لتحت في صندوق الوصف هاكا اون سي جامي تحبوا لا روسيت. ولا هنا ما البنات انا ما نضتش بكري، كانت ماما لقيت هاد الكلاصي فيهم حتى عاونتها في لافا وما صورت لكم سمحوا لي. فوالا البنات، هاملي كل الكعكه تاعي كيفاش جاوا، ان شاء الله يعجبوكم. نتمنى تجربوا لا غوسيت باسكو كراف بنان. وهنا البنات كيفاش درتهم في هذاك لو غوز، ما درتهمش بالكولون، درتهم بهاد الجو تاع هاد لي سيريس كونفي، جاوا بزاف هايلين. شوفوا لا كولور تاعهم، مالوغوزمون مع الاضاءه ما راهمش يبانوا لكم مليح، بصح جات واحد لا كولور بزاف شابه في الغوز كلير وجاوني هايلين. دوك نقسم لكم حبه تشوفوها. فوالا، شوفوا بزاف طريه وفوالا يدوبوا وحدهم. فوالا، كيما راكم تشوفوا ان شاء الله يعجبوكم البنات. هنا كنت حطيتهم تاني في لي كيسات وكنت نخبي فيهم. وفوالا البنات، هذه هي الغوسيت تاعنا، هادو هما لي دو غوسيت، ان شاء الله يكونوا عجبوكم ونتمنى تجربوهم. خلوا لي رايكم في لي كومونتير، نحبكم. اي على بروشان فيديو.